ديما مع بعضنا 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 عسلامة ومرحبا بكم في العدد 65 من المجلة الصوتية ديما مع بعضنا. في عدد اليوم باش تلقاو كالعادة فقرات عديدة ومتنوعة فيها وقية صحة ومعلومة لايت وأعرف حقك ومينيتين. أول حاجة ماذا بينا تبادروا بها هي الاشتراك في مجلتنا، وتنجموا زادة تبعثوا بمساهماتكم على الواتساب 98 6 6 4 9 4 في مداخلات ما يتجاوزش طولها 4 دقائق مسبوقة بالتعريف بأنفسكم، على غرار ما قامت به الدكتورة ابتسام الوسلاتي اليوم في معلومة لايت. ومباشرة نمر لاكتشاف فقرتنا الأولى وقية صحة. قية صحة. عسلامتكم ومرحبا بكم في فقرة وقاية صحة. احنا اليوم مازلنا باش نحكيو على الكوفيد 19، ومازلنا باش نحكيو على تداعياته، باش نحاولوا نقدموا لكم معلومات اكثر على كيفية التصدي لفيروس الكوفيد 19. الكلكم تعرفوا أنه احنا في تونس اليوم في أوج الموجة الثالثة، عدد الإصابات لازال في ارتفاع وفي ارتفاع كبير. مثلا بتاريخ 27 أفريل 2021، العدد الجملي للإصابات بالفيروس هي 300,584 حالة إصابة في تونس. للأسف عدد الوفيات وصل ل 10,444. بالنسبة لتاريخ 27 أفريل نلقاو تسجيل 92 حالة وفاة في تونس، واللي تعافوا من الفيروس كوفيد 19 نلقاوه 253,058 حالة شفاء. اليوم باش نحاولوا كيف ما عودناكم أنه نعطيكم أرقام مفيدة بعلاقة بالحصول على عبوات الأكسجين المركز. وكلنا نعرفوا أنه من تداعيات أو من انعكاسات الإصابة بالفيروس الكوفيد 19 أنه ممكن يقلق الجهاز التنفسي، وخاصة بالنسبة للناس الكبار في العمر. وهذاك علاش أنه في العديد من الحالات يطلب أنه نعطيهم ونعاونوهم بالأكسجين حتى يتعداوا مرحلة الخطر. في الفترة اللي ارتفع فيها عدد الحالات في تونس شهدنا نقص في التزود بعبوات الأكسجين، وبالمناسبة هذه نشكر الجمهورية الجزائرية وجيراننا وأحبابنا اللي عاونوا تونس ومدونا بمعدات الأكسجين. وتوا باش نحاول نعطيكم بعض الأرقام اللي ممكن تستحقوها للحصول على العبوات هذه للناس اللي تستحقها من العائلة، أو ليكم إذا كان إن شاء الله ربي مانع يحفظ الجميع أنه تصبتوا بالكوفيد 19. إذن من بين الأرقام هذه نعطيكم ما يلي:
54 29 430 154 55 581 515 55 581 515. هذوما بعض الأرقام اللي ممكن تساعدكم في الحصول على العبوات هذية، وربي يشفي كل مريض وإن شاء الله يا ربي خسرة وتتعدى. واليوم باش نخليكم مرة أخرى بعد في فقرة ميني تيك مع حاتم العكرمي باش يزيد يفسر لكم كيفية الدخول على منظومة إيفاكس التونسية للتسجيل للحصول على التلقيح. بربي حاولوا أنكم تسجلوا للنساء والرجال الكبار، تسجلوا أنتم لأنه توا الأولوية للناس اللي فوق 70 سنة، وبدأوا للناس اللي فوق 60 سنة، وصولا بالطبيعة للناس اللي تكون أصغر في العمر. وتوا ما بقى لي كان نقولكم بسلامة وفي الأمان. معلومة لايت. مرحبا بكم من جديد في معلومة لايت. معلومة لايت لليوم اللي مشكورة أثتها الدكتورة ابتسام الوسلاتي وقت اللي بعثت لنا بالمساهمة متاحة على الواتساب 98 6 9 6 4 9 4. ماذا بينا انتم زادة تقوموا بنفس الشيء، ونخليكم مباشرة تكتشفوا المحتوى مع تجديد الشكر لكل من يرسلوا لنا بمداخلاتهم. عسلامة ومرحبا بكم، أنا الدكتورة ابتسام الوسلاتي، يسعدني نتلقى معكم مجددا باش نحكي لكم على كاتبة مصرية من أكثر كاتبات إثارة للجدل. حديثنا اليوم على الراحلة الدكتورة نوال السعداوي، المولودة في مصر عام 1931 في قرية صغيرة تابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية. منذ طفولتها المبكرة كانت نوال السعداوي متفوقة، وبدأت تتشكل عقليتها الرافضة للتقاليد والعادات الاجتماعية المنحازة للذكر على حساب الأنثى. كان والدها موظف حكومي صاحب دخل محدود، وكانت والدتها تنتمي لعائلة ثرية. شجعها أبواها على التعليم، لكنها كما كتبت في مؤلفاتها أدركت منذ سن مبكرة أن حظ البنات في العائلة أقل بقليل من حظ البني. في كتابها الوجه العاري للمرأة العربية تحدثت نوال السعداوي على واحدة من أسوأ تجارب طفولتها، وهي تجربة الختان، كيف كان عمرها 6 أعوام، ووصفت حجم الألم الجسدي والنفسي اللي تعرضت له بسبب تلك العملية. باش تكون فيما بعد قضية ختان البنات واحدة من أهم القضايا اللي دفعت عليها في حياتها. تخرجت السعداوي من كلية الطب جامعة القاهرة عام 1955، وتخصصت في مجال الأمراض الصدرية، وعملت طبيبة امتياز بالقصر العيني. في نفس العام تزوجت من أحمد حلمي زميل دراستها في الكلية، وكانت هذه زيجتها الأولى اللي ما استمرت كان عامي. أثناء عملها كطبيبة في مسقط رأسها لاحظت الصعوبات والتمييز ضد المرأة الريفية كنتيجة محاولتها الدفاع على واحد من مريضات اللي تعرضت للعنف الأسري، تم نقلها إلى القاهرة باش تكون في نهاية المطاف المدير المسؤول على الصحة العامة في وزارة الصحة. جعلت نوال السعداوي من موضوع مناهضة التمييز ضد المرأة قضيتها الأولى، فعرضت ختان الإناث وتعدد الزوجات، وكانت حياتها حافلة بعدة مواقف في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وعن حقوق المرأة على وجه الخصوص، وقامت بتحدي الكثير من التابوات والعادات الاجتماعية اللي تحد من حرية المرأة في العالم العربي، هذا فضلا على نتاجها الفكري والأدب الثري. في عام 1972 نشرت كتاب بعنوان المرأة والجنس، مواجهة بذلك جميع أنواع العنف اللي تتعرض لها المرأة، وتم منع الكتاب هذية من التداول لسنوات داخل مصر، في حين كان يتم طبعه في لبنان وقراءته وتدريسه في العديد من الدول من بينهم تونس. كما كتبت كتاب آخر زادة في نفس الشأن اللي هو كتاب الرجل والجنس. آراءها الجريئة أغضبت منها الرئيس السادات اللي شملها في حملة الاعتقالات الشهيرة بل وفاته. فاعتقلت نوال السعداوي في سجن النساء في سبتمبر 1981 من بين مجموعة من الكاتبات وسجينات الرأي، وكتبت بعد خروجها من السجن كتابها الشهير مذكرات
في سجن النساء عام 1983، وفي عام 1988 سافرت خارج مصر وعملت بالتدريس في بعض الجامعات بالولايات المتحدة، كما شغلت العديد من المراكز المرموقة في الحياة الأكاديمية سواء في جامعة القاهرة أو في جامعة هارفورد، جامعة كولومبيا، جامعة سيربون، جامعة فلوريدا، جامعة كاليفورنيا. ورجعت نوال السعداوي إلى مصر في عام 1996، اصدر لها نحو 40 كتاب وترجمت كتاباتها لأكثر من 20 لغة، وحازت السعداوي على العديد من الجوائز، كما رشحت لجائزة نوبل للأداب في عام 2015. رحلتنا تنتهي عند هذا الحد، ولكن صفحات نضال نوال السعداوي كثيرة، لذلك تتواصل رحلتنا مع هذه الشخصية الاستثنائية في الحصة المقبلة. أعرف حقك. عسلامتكم ومرحبا بكم في فقرة أعرف حقك. احنا اليوم باش نواصلوا مع القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية. كنا حكينا على المجلس البلدي، على صلاحيات رئيس البلدية، على اللجان، واليوم باش نحكيوا على الباب الثاني من هذه المجلة واللي تتعلق بالجهة. باش نتعرفوا على شنية الجهة في هذا القانون وشنية صلاحياتها وشكون اللي يسير هذه الجهة. طبقا للفصل 293 من مجلة الجماعات المحلية، الجهة هي جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية، تتولى التصرف في الشؤون الجهوية وفقا لمبدأ التدبير الحر، وتعمل في نطاق دائرتها على تحقيق التنمية الشاملة والمتضامنة والتكامل بين المشاريع التنموية والمرافق العامة ودعمها وتعزيزها بالتنسيق والتعاون مع السلطة المركزية ومع بقية الجماعات المحلية. احنا كنا تعرفنا على البلديات، وفي التقسيم الترابي نلقاو انه فما الجماعات المحلية اللي تشمل البلديات، ولكن فما كذلك الجهة واللي هي أكبر من البلدية واللي تقوم بالتنسيق والتعاون مع السلطة المركزية ومع بطبيعة البلديات. في الفصل 294 نتعرفوا على أنه إحداث الجهة يتم طبقا طبعا للقانون وطبقا للفصل 3 من هذا القانون اللي تعرضنا له في الأعداد السابقة. يقر هذا القانون الجهات التي سبق إنشاؤها في نطاق حدودها الترابية قبل تاريخ والمضمنة بالملحق ب والمصاحب لهذا القانون. يتم تغيير اسم الجهة أو مقرها أو حدودها بموجب قانون يكون بنفس الإجراءات المعتمدة عند إحداثها، بناء على مداولة طبعا المجلس الجهوي بأغلبية حضور ثلثي أعضائه. شو ما صلاحيات الجهة؟ هي الصلاحيات الذاتية والصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية والصلاحيات المنقولة منها طبعا. بالنسبة للصلاحيات الذاتية، وطبقا للفصل 296 من هذا القانون، تتولى الجهة بالخصوص وضع مخططات لدفع التنمية بالجهة باعتماد آلية طبعا الديمقراطية التشاركية مع مراعاة مقتضيات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، السهر على تسيير مختلف الخدمات والتجهيزات العمومية ذات البعد الجهوي والمتعلقة خاصة بمسالك التوزيع، البيئة، الثقافة، الرياضة، الشباب، الشؤون الاجتماعية، التشغيل، المسنين، كذلك كل ما له علاقة بالخدمات اللي تتقدم للمتساكني الجهة والمؤسسات والجمعيات اللي موجودة في الجهة هذيك واللي تقوم زادة بصيانة المنشآت. كذلك من صلاحياتها تنظيم النقل غير الحضري داخل الجهة ودعمه والعمل على تحسين خدماته. أما فيما يتعلق بالصلاحيات المشتركة، نلقاو أنه الفصل 207
1991 ينص على أنه تتمثل الصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية خاصة في التالي: وضع مخططات للتهيئة الترابية بالجهة وفق القانون الجاري به العمل باعتماد طبعا الآليات التشاركية المناسبة للمخطط هذاك، إنجاز التجهيزات العمومية ذات البعد الجهوي مش المحلي ولكن الأوسع على نطاق الجهة ككل، والمتعلقة خاصة بمسالك التوزيع، البيئة، الثقافة، الرياضة، الشباب والمسنين، إنجاز المناطق الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية بالتنسيق مع المنشآت العمومية المختصة، الإحاطة بالمستثمرين المنتصبين بالجهة ودعم باعثي المشاريع في تلك الجهة، المحافظة على المناطق الطبيعية والأثرية والعمل على تثمينها ثقافيا واقتصاديا وكذلك سياحيا، دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالجهة، كذلك وضع برامج للتكوين المهني تراعي خصوصيات الجهة ودعمها للمساعدة على تشغيلية الشباب بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمؤسسات الاقتصادية. كذلك من صلاحياتها تنظيم النقل الحضري ذي البعد الجهوي، دعم انفتاح المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي على المحيط الاقتصادي والثقافي بالجهة. وذلك علاش نلقاو أنه مثلا في الجهات اللي فيها سياحة يتم دعم التكوين المهني السياحي، في الجهات الفلاحية كذلك يتم دعم التكوين الفلاحي، في المناطق الصناعية يتم دعم بعض مثلا المشاريع الصناعية. من بين صلاحيات الجهة أيضا متابعة وضع سوق الشغل بالجهة واتخاذ المبادرات للتشجيع على خلق مواطن شغل طبعا مع الجهات المعنية، إن كانت الجهات اللي تابعة السلطة المركزية أو الجهات الخاصة كذلك، دفع الحوار الاجتماعي أيضا والمساهمة في فض النزاعات الشغلية على مستوى الجهة. من بين صلاحياتها الأخرى وضع مخططات تعنى بالهجرة والتونسيين بالخارج، وتمارس صلاحيات المشتركة وفقا لأحكام القانون المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 13 من هذا القانون. أما الصلاحيات المنقولة للجهة تحدد في الفصل 298، حيث تمارس الجهة الصلاحيات التي يمكن نقلها إليها من السلطة المركزية وخاصة في المجالات المتعلقة بصيانة البنية الأساسية والمباني العمومية، التجهيزات العمومية والمرافق ذات البعد الجهوي وتهيئتها، كذلك دعم النشاط الاقتصادي الفلاحي والصناعي والتجاري والاستثمار بالجهة، ويقترن وجوبا كل نقل لصلاحيات بتحويل الموارد طبعا المالية والبشرية الضرورية لممارستها. كيفاش يتكون المجلس الجهوي؟ فطبقا للفصل 299 من مجلة الجماعات المحلية، يسير الجهة مجلس جهوي منتخب طبقا للقانون الانتخابي، وينتخب المجلس الجهوي في أول اجتماع له في أجل لا يتجاوز 8 أيام عمل من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، رئيسا ومساعدين ورؤساء لجان بدعوة من رئيس المجلس الجهوي منقضية نيابته وعند التعذر من أكبر أعضاء المجلس الجهوي المنتخب سنا، مع مراعاة أحكام الفصل 7 من هذا القانون ومن القانون الانتخابي. يتولى أعضاء مجلس الجهوي خلال الجلسة الأولى أداء القسم بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة ترابيا أو من ينوبه. اليوم وفاة حلقتنا في علاقة بتقديم المجلس الجهوي من قانون الجماعات المحلية، وإن شاء الله في الحلقة الجاية ننهي مع مهام رئيس الجهة وأهمية المجلس الجهوي بعلاقة بالجهة وعلاقته طبعا بالجماعات المحلية. وتوا مبقالي كان نقول لكم عرفوا حقكم واستعملوا بسلامة وفي الأمان. Minitech. Minitech. أهلا
وسهلا بكم، مرحبا بالجميع، جميع الاخوه والاخوات متتابعي مجلتنا الصوتيه ديما مع بعضنا في فقره مينيتاك. اليوم معايا انا حاتم العكرمي، وللاسف مانيش باش نواصل في سلسله شروحات الجيشو، باش نشوفوا اي سر طريقه للتسجيل في منظومه اوفاكس للحصول على تلقيح ضد كوفيد 19. وباذن الله الاسبوع القادم نواصل في استعراض اعدادات الجيشو. أيسر طريقة بالنسبة للمكفوفين هي التسجيل عن طريق الـ SMS، باش نجربوها مع بعضنا توا باش نقوم بالتسجيل. دونك تابعوني، نتجهوا إلى الرسائل، مساج، نقوم بالدخول بالضغط مرتين، نتحرك حتى نجد ديماري اون ديسكوسيون، محادثة جديدة باش نبعث نوفو مساج، ثم نكتبوا في الديستيناتير 85355 85355. مع العلم أنه السيرفيس هذا كيتبعث له مساج مجانا، نكتبوا لهنا 85355. ثم في هذا الحقل نكتب EVAX، نقوم بالإرسال، ننتظر الرد اللي بالطبيعة يكون فوري. مرحبا بكم في حملة تلقيح ضد كوفيد واحد عربية. نعيد إرسال رسالة، إن أردنا العربية نضغط واحد وأنا سأختار العربية، ثم سأرسل مساج انفوي، ننتظر الرد كالعادة. هل لديكم بطاقة تعريف وطنية واحد؟ نعم سنان. هل لديكم بطاقة تعريف وطنية؟ أقوم بالضغط على واحد. نعم. ثم نقوم بإدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية اللي تكون من 8 أرقام، ننتظر الرد. أرجاء إدخال تاريخ الميلاد على نحو التالي، ثم نكتب تاريخ الولادة، رقمين لليوم، نهار 3 في الشهر نكتبه 03، ثم نكتب سلاش اللي موجودة في كلافية سامبول لوحة العلامات، الشهر كالعادة من زوز أرقام لازم يتكون، ننتظر الرد. رجاء إدخال رمز بريدي مكون من 4 أرقام لمحل إقامتك الحالية، مثال 7001. ثم نكتب الكود بوستال، الرمز البريدي هو يتكون من 4 أرقام، إن سبق لك الإصابة بفيروس كوفيد واحد. نعم سنان. ثم نجيب، سأضع لا. هل لديك أمراض مزمنة واحد؟ نعم سنان. سأضع لا. ونواصل متابعة الإرشادات اللي باش نكملوها مع بعضنا. هل أنت مصاب بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة واحد؟ نعم سنان. خضعت لعلاج تابع لأمراض السرطان يعني لغاديو شيميو اكسترا، سأضع لا. الآن هنا سأكتب الوزن بالكيلوغرام، نكتب الطول بالسنتيمتر بالطبع. أقوم الإجابة إن كنت من موظفي قطاع الصحة أم لا. تم تسجيل صاحب بطاقة التعريف الوطنية بنجاح، المعتمدية مجاز شخص في الباب رقم التسجيل. هل ترغبون في دعوة شخص للمشاركة في حملة التلقيح ضد كوفيد 19 واحد؟ نعم سنان. وصلت لي زوز رسائل، الرسالة الأولى أنه تم التسجيل متاعي بنجاح، والرسالة الثانية إذا كان نحب أقوم بدعوة شخص آخر لكي لا أتيل مانيش باش نعملها. أما إذا كنت تحبوا قوموا بدعوة شخص آخر تحطوا نعم وترسلوا، ثم تحطوا رقم الهاتف متاعه باش يوصلوا مساج يفسر له فيه البروسيدور متاع التسجيل، وإن شاء الله تحصل فايدة يا عباد قيدوا في الفاكسيناسيون متاع الكوفيد. ما تنساوش لايك شير سبسكرايب، ونلتقي بإذن الله يوم الجمعة المقبل. باي باي، بسلامة وفي الأمان.
وبنهاية فقرة ميني تيك نكون وصلنا لنهاية العدد 65 من المجلة الصوتية ديما ما بعدنا. نشكركم برشا لأنكم سمعتونا، ونذكركم بأهمية الاشتراك في مجلتنا لتشجيع هالمبادرة. ما تنساوش تبعثوا لنا بمساهماتكم واقتراحاتكم على الواتساب 98 6 9 6 4 9 4. مع أجمل تحيات فريق الإعداد، هدية بالحاج يوسف من مركز كوثر، حاتم العكرمي في الإشراف التقني، ومحدثتكم بسمة السوسي من جمعية إبصار. إلى اللقاء يوم الجمعة.